أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء حسنة فله خير منها. استهلال طيب، ربنا يفتح عليك يا دكتور. نعم، ده حلو، ده موافق ان شاء الله، ده حلو جميل، كانت خير ان شاء الله، موافق باذن الله. وأمرت أن أكون من المسلمين. شوي بس أنا الصوت طلع سمعت الصوت نشف بس نشف سريع. وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما الحمد لله.
وقل الحمد لله. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الله أكبر. نعم يا سيدنا نعم. كده يا سيدنا كده. مساء الفل يا سيدي. في الصباح ولا المساء؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. وما ربك بغافل عما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صلوا على رسول الله. عايزين نسمع الشيخ. والله العظيم نورت محافظة المنيا يا ولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ جنبين.
يا ريت هو كان فتح. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. يا سلام جل جلاله. وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. والله بيت قرآن وأهله يا مولانا والله ولا مزايدة في هذا. الله يفتح عليك يا دكتور. صلاش عليك تبكت. صلى على سيدنا النبي. صلاش عليه على طول شوف شوف. المدد يا رب. الله يكرمك يا سيدي. وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإن ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته تعرفونها. سيدنا على النعمة مشتاقين يا مسلم. يا مولانا البطلات كلها فارغة. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها.
يعرفونها. يا جدع انت يا سيدنا يا سيدنا الله يا سيدي اللي بتقول انت ضيفت عليك. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. سيب لك بالله منورنا ومشرفنا ومكترنا رغم احنا اختار وبنحبك يا دكتور واللي انت فيه على المدرسة بتاعتك الجميلة خلينا فيه. ده مش لقطة ده حب. هات بوسة. طيب جرب علي. قبل الخواطر بحبك. شنوطه طيره قد يا حبيبي حالك حبيبي. نروح فين يا ميلان؟ لسه حالك. وقول الحمد لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وما ربك بغافل عما تعملون. الله يحفظك حبيبي. بس الحال وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. هيقابل بالقبول. يا ريت وصل الجميع ده تاني. الله يفتح عليك يا سيدي. الله يا مولانا. الله يفتح عليك يا دكتور. بسم الله ما شاء الله. حاضر حاضر. المقام حلو صاحبه. عليك يا سيدنا. حلو بتاعه يا وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. الله يا
وما ربك بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. عايزين المنحنى والكريم والحاجات الحلوه. ايوه احنا اولى من غيرنا عم الحاج هشام. ايوه هو وبس هو الكل والباقي اجزاء. انه كان من المفسدين. عليك
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله على رسول الله والملك يا رب. مش طلقت بقى. روح لك ماشي. بلاش طلقت بقى. منفعش كده. روح الغربية ماشي. شرف نور. ايوة. يا ستة. ونمكن لهم في الأرض. يا ستة. فينك يا سيد. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إنه من صاحب المقامات والجوابات العليا الجميلة. إنه الدكتور عبد الناصر حرم. عليك يا مولانا. عليك.
اسمع بقى يا هشام الحته اللي جايه بقى تعجبك قوي. هو على طلق غير مجرى عجبني لسه عجبني. فإذا خفت علي فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني. سهل يا رب. سهل يا رب. نعم. تمام. قول يا رب. ايوه. بس والله المدى. لفت عليك عجيب. لفت عليك يا استاذ. يا رب. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. بالله العظيم ما انت معدي غير لما توفي حياه حبيبك سيدنا النبي اللي كنت عندي. سيد نازل قصص وعايز بتاع ولا حياه سيدنا النبي شيخ. انا بقول انا كده ولا كده شوفها هيكل حلوه الشيخ فوق ده. ايوه انا فاهم. حاضر يا حبيبي. انا رضيت الشيخ. انا رضيت لك. عايز اقول للاستاذ متحد ده. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة لا تقتلوه عسى أن
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لا تقتلوه عسى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اسمعوا يا ابني وتعالوا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا و
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون عريسي العريسي الله يبارك حضرتك يا دنور يا دنور يا عريس اهلا وسهلا شريف شريف اقسم بالله رفع راسنا ومشرف المين يا تم تعال حبيبي يا دكتور يا دنور يا دنور تعال حبيبي تعال شوف عايزين ندل العريسين اخونا الاستاذ شريف والاستاذ مؤمن شريف شعبان عبد العال خليفه والاستاذ مؤمن شعبان عبد العال خليفه عايزين ندعو لهم النهارده ونقول كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الماثور عنه صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير تاني اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير انت واقف كده انت عريس عريس ولا انت نعم العريس نعم مرحبا بك يا سيدي ربنا ربنا يتقبل منكم جميعا ان شاء الله صالح الاعمال الله يكرمك الله يكرمك الف مبروك على مهلك على مهلك الله يحفظك حبيبي الله يحفظك عجبت منك ومني يا منية المتمني الله يتقبل منك أنيتني منك حتى ظننت أنك أني من يفتح عليك يا حبيبي أبو عبد العظيم انا كنت جاي في الطريق لسه واصل حوش يا شيخ شام حوش يا ابو عمك واصبح فؤاد ام موسى فارغا يا سيدنا من هنا حياه حبيبك النبي واصبح فؤاد ام سافرغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من تشرف يا سيدي تنور 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 بحفظك يا رب ولكن لا تعرف ليه؟ لماذا؟ عشان حياك الله في القرآن بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا انت نور القرآن منعكس على وجهك العافية ربنا يزكيك وقلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين حي ولها أجنحة بغير ريش تسبح في ملكوت رب العالمين والله العظيم أنا جاي من شرق البحر
تشرف وتنور يا ضيفانا. إن جئتنا وجدتنا والله ما أنت الضيف، نحن الضيوف وأنت رب المنزلي، وما يكون من الكرم إلا الكرم. إحنا ضيوفك يا حبيبي، مش أنت اللي جاي عندنا والله، ده إحنا اللي جاي عندك. إحنا ضيوفك، وما يكون من الكرم إلا الكرم. روح مع رسول الله، أصلح الله بالك، أعلمنا عليه المرات، أصلح الله بالك. مش عارف إزاي يا أخي، سيدي سعيك مشكور، سعيك مشكور رفضك. ولكن انا اديك بما ذكر في القران وابونا شيخ الكبير فتح الله مش... عليك زي العسل في الدايش رب الكعبه صوتي. خلاص بسم الله ما شاء الله عليك، بس هو انا عايزه فرد والله موفق، عايزه فرد. وقالت لاختي قصي، وقالت لأخته قصي، وقالت لأخته قصي، فبصرت بي عن وحرمنا عليه المراضع، يا سلام، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي سهل. شيخ عماد تشرفنا وتنورنا، نور باللي فيها يا سيدي، نور باللي فيها. عايزين نسمع فقالت هل على أهل بيتي يقولونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى
الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشد واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده الله يكرمك علي. يا نورت الغربية نورتنا دكتور عبد الناصر. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي عليك الله يزكيك رفع قدرك الله يكفيك شباب مرض دكتور محمد شلبي يحضر كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة لفخر قراء مصر والعرب عضو النقابة العامة لقراء مصر والعرب القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الناصر عرج أولى فقرات هذا الحفل الكبير الذي يقام أمام ديوان أهل الكرم الحاج عبد العالم غير خليفة لزواج الحفيدين الكريمين الأستاذ شريف شعبان عبد العالم غير خليفة والأستاذ مؤمن شعبان عبد العالم غير خليفة أسأل الله أن يتم الفرحة على خير تهنئة معالي السيد اللواء بدر علي الكريم معالي الدكتور محمد شلبي يحضر حالا معالي الشيخ ناجي عبد العظيم تهنئة معالي الأستاذ الدكتور عصام خيمر